استاذ ستار نقول لك الف مبروك مقدما. الله يبارك فيك. بصراحه البشاير يعني شكلها الحمد لله في اتجاهي، يعني الحمد لله. اولويات العمل لحضرتك ايه؟ والله هو انا كان ضمن برنامج اللي انا نزله، برنامج انتخابي، ان انا كانت حركه الشباب 6 ابريل كنت منزل برنامج ان هو ليه اكتر من محور، فكان في محور سياسي الاهم من حركه الشباب 6 ابريل، ان اصلا في الاول هي حركه سياسيه كان فيها متابعه القضايا اللي موجوده في المجتمع، ما بين محاكمات في محاكم عسكريه المدنيين، ما بين تطهير المنظمات المجتمع المختلفه، فدي كانت في متابعه تحصل دايما من المكتب السياسي للحركه، ويكون في ضغط بكل الوسائل المتاحه لتنفيذها. وفي اكتر من شق، في شق حقوقي، في شق سياسي، في شق مجتمعي، ان احنا في توعيه سياسيه بشكل عام للمجتمع، وده دايما لازم يصحبه ان احنا يكون في خدمات للمجتمع المنطقه اللي احنا نازلينها، عشان نبدا يستحملوه يستقبلونا الاول في الكلام عشان نعمل توعيه سياسيه. فطبعا ده هيحتاج مش مننا بس، هيحتاج من لجان كثيره الشغل، يكون في تنظيم واتصال كويس، يكون في تمويل، فبالتالي لجنه الصندوق وتنميه الموارد لازم تكون شغاله كويس. فان شاء الله في ضمن البرامج الانتخابيه، وانا اعتقد ان كل المرشحين نازلين ناويين يشتغلوا، يبقى دي بدايه انطلاقه جديده ل 6 ابريل ان شاء الله. هنقول الغراء لجمعه 9/9 والشباب اللي بيقدمونا للمحاكمة، ما رأيك في هذه؟ هو والله أنا أقول لحضرتك على حاجة، إحنا ضمن الناس اللي قبل الديمقراطية، ضمن الناس اللي دعت لتسعة تسعة، بس إحنا كنا حاسين إن في مكيدة ما في اليوم ده، حتى إحنا اجتمعنا المكتب السياسي قبليها بيوم هنا، وفكرنا إزاي بيان ننزله المجلس العسكري قبليها بيوم، إن على الصوار إن يحمي نفسيهم وإن هو يحمي المنشآت العسكرية، حسينا إن في حاجة ممكن تحصل في اليوم دوت، فإحنا قعدنا ورحنا منزلين بيان إن مسارنا هيكون التالي، هنتحرك من مقر بمسيرة تضم كل أعضاء الحركة لميدان التحرير، ثم موجودين في الميدان إلى الساعة 5، ثم مسيرة أخرى إلى مجلس الوزراء والقضاء العالي، ثم هنرجع تاني الميدان وهينتهي يومنا على كده. يعني إحنا ما كناش من ضمن الداعيين للوصول للسفارة، بس ده مش معنى كده إحنا بنهاجم اللي راحوا، يعني إحنا في زمايلنا راحوا من حركات أخرى بحملة الشواكيش، كل ده إحنا مأيدينه ومرحبين بيه، بس لحد هدم الصور الكلام منطقي. نبدأ بقى في حاجتين ما لهمش أي منطقية إطلاقا، اقتحام السفارة بهذا العدد المهول من البشرين العاديين، يعني زي بكون السفارة دي شقة واحد عادي، والمذهب لمديرية أمن الجيزة، دول يعني أنا تفسيري اللي بيقول بس إن هم كلهم اقتحام السفارة ده عليه علامة استفهام. الذهاب مديرية أمن الجيزة ده مبرر، يعني احنا عرفنا ان في ورا سفارة السعودية حصل عربية وشرطة ودهست مواطنين وجريت في اتجاه مديرية الأمن وناس جري وراها وحصل ضرب، ففي استفزاز متعمد عشان يودي الناس لمديرية أمن الجيزة لإطلاق سلطة الشعب تاني، الشرطة تاني على الشعب، ويقول له احمي بقى واضرب وعيش. اما اقتحام السفارة ده انا مش لحد دلوقتي مش مبرر. هيتم ايه يعني العمل للشباب اللي هو حاكم الآن او اللي هيتحاكم؟ لا احنا انا شايف ان الشباب اللي هيتحاكم لازم يراعى إن أي شاب ما عندوش أي لا يثبت إن هو بلطجي بشكل ما أو ملوش صحيفة جنائية سابقة لازم يتحط في الاعتبار. الاستفزاز الغريب وضع صورة على السفارة، الحالة الثورية اللي فيها الشباب دايما وعدم القدرة على الوقوف قبل التفكير في أي حاجة، يعني ده يعتبر يعني سجين رأي وليس سجين شغب. أما بقى ما ليهم حالة جنائية فده في علامة استفهام عليه. فانا طبعا احنا مؤيدين تماما للشباب اللي موجودين في المعتقلات حاليا وبيتحاكموا، وزائد ان احنا لا يعني فكره ان يبقى في حد يروح محكمه امن دوله تاني طوارئ دي حاجه غير مقبوله اطلاقا. احنا النهارده للاسف احنا طبعا متضايقين ان احنا ما تواجدناش بدري نرد على قانون الطوارئ. كنت عايز اقول النهارده انتوا عملتوا الانتخابات في يوم 16 جمعه 16 لا القانون الطوارئ، لا يعني انت ده جايه كده بالصدفه. هقول لحضرتك احنا اساسا الجمعه المفروض انتخابات كانت 9/9، فاحنا اجلنا الانتخابات من 9/9 ل 16/9، واحنا داعيين مجموعه كبيره من الشرطه العامه والمستشارين، فما كانش ينفع ناجلها تاني اطلاقا، لان كنا نفقد مصداقيتنا حتى قدام الاعضاء. فعشان كده احنا ما كانش في فرصه، احنا متضايقين، بس احنا بنوعد ان احنا هنتحمل ده، ندعي اليوم اكبر ونحشد فيه بقوه رفضا لقانون الطوارئ. يعني احنا بنوعد ان اليوم ده على فكره وفاه والرحمه وربنا يرحمه خالد عبد الكمال عبد الناصر استاذ سليمان الناصر، وكمان انتخابات 6 ابريل اعتقد اثرت على قوه اليوم كتير الحدثين دول. احنا اصلا احنا كمان تضررنا بالحادثه الوفاه طبعا مع كل التعازي، بس في ناس كتيره شخصيات عامه اعتذرت عن الحضور بسبب ان هم كانوا موجودين في الجنازه فتعبوا جدا من المروح للجنازه والجيه، كان يوم طويل،
بس احنا بنوعد ان احنا هنتبنى يوم جديد، يوم قوي اقوى، يوم قوي جدا رفضا للطوارئ، ان احنا لن نسمح بوجود قانون طوارئ وقمع تاني للثوار ابدا. هيتم اعلان عنه امتى؟ في اول اجتماع المكتب السياسي الجديد، اعتقد لن مش هيبعد عن يوم الاثنين او الثلاثاء. شكرا فندم، الف مبروك. شكرا جزيلا. شكرا.